اهلا وسهلا فيكم مجددا. طبعا انك تحب ناس وتتابعهم شيء جميل، لكن احنا بنتكلم عن موضوعنا الرئيسي عن الستوكرز، وهم الاشخاص اللي اذا اعجبوا بشخص ما يبداوا بالتفتيش بحساباته الخاصه. صحيح. عشان يتعرفوا ايش اكلته المفضله ومن هم اصدقائه وحتى ايش ميوله في كل حركه يقوم فيها ويتصرف فيها ويقوم بتحليل معناها بعد كذا. فهذا يمكن يشك انه هل هذا ممكن للشك يثير الشك او الغيره ويصنعه الستوكر على موقع التواصل الاجتماعي، او هم فقط مجرد معجبين فضوليين؟ يمكن هذه كل الاسئله نطرحها على الاختصاصيه النفسيه كارين بخعازي. نقول لك صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. اهلا وسهلا فيكي كريم. شكرا. في البدايه خلينا نعرف، هل الستوكينج او مراقبه الاشخاص على السوشيال ميديا فعلا ممكن يعتبر مرض نفسي؟ ممكن يعتبر في عدة أنواع من الستوكرز، في نوعين، نوع منهم عندهم مرض نفسي ونوع آخر ما عندهم مرض نفسي، بس في عندهم فضول، في عندهم بيصير ممكن يصير عندهم إدمان، فما كثير بيشبهوا بعضهم من هالناحية. طيب حندخل في أنواع الستوكينج، لكن إحنا بنتكلم عن الوقت اللي يصير أو يتحول فيه الشخص العادي إلى ستوكر أو إلى متتبع مطارد مراقب. هلا أكيد بوجود السوشيال ميديا صار سهل، فصار سهل وصار هذا الشيء يعني كأنه بيفتح مجال لكثير من الأشخاص أنه يتفرجوا على بعضهم من خلال السوشيال ميديا. هلأ أكيد في الأشخاص كلنا أكيد على بمرحلة معينة كلنا ستوكرز، من لاحق، من نطلع، من نتفرج، عنا فضول. فهيدا الشيء منه ستوكينج بالمعنى المرضي. الستوكينج بالمعنى المرضي بيصير لما أشخاص يعني بيلاحقوا شخص أو بيطاردوا شخص